بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألتها بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي قلت الله من جملة صغائري ما على كبائري ومن دمائري غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وادبا وفهما ربي آل في العلوم النافعه واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الاسرار والغوامض يا خير من كسب سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى حتي من الخير وسفن خلدا لي قُلْ لدى تفكر اعظم يا ربي بكن وتعصما قلميا هب لي يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وتن الآيات ابلي يا كوني بشر كل من يتوب ولزواهر اب أبي ما خيب قبولنا كوني طاهرا من الذنوب والمعاصي والافادي حتى ادخل الجنه التي واجل المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم بحق وجه الله اللهم بحق وجه الله الكريم صل وسلم وبارك على وسيلة قائد هذه الأبيات المباركة. سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وجعل كل يتقائل هذه الابيات وغيرها مقبوله مَضِيَّةً امين يا رب العالمين ابدا يا مكرم الضيف جارا كان اوزارا يا ما حيا عن خدي من قبل اوزارا يا مكرم الضيف جارا كان اوزارا يا ماحيا عن قدي من قبل أَوْزَارًا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قتله بالله مختارا أكرم بقراء أمن وتكرمة فهذا عن جملة الأسواء أستارا خليت عن سوى الرضوان قبل كمان حليتها بمندارين مبرارا بِقَنْدَهَا سيره لله مرتضيا عنكم وقد حاز أنوارا وأسرارا أما من شقاء فائزا أبدا خلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنا مصفا ما بعده كدر من مستر منه عند البحر دينارا منه استر الله كحيث تعت ابدا كما له قعد ما يهواه اوتارا ولا اللعين بيس منه منصرفا وكل ما فيه در دب اوتارا لغيره يدعي ابليس في ابد كفاه ربك تخمينا وكدرا انت النبي الرسول المصطفى علما صلى عليك الذي التفضيل قدرا اني لجارك يا خير الورى ابدا عليك سلم من كلي له صار صلى وسلم باق لا شريك له عليك يا من به لي قد انصر لي قد مطلبتي قضيت لي اربي ما عني قبل اليوم او بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قد تهل رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد استهل علي يوم الاثنين عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق ذني في الدارين اللهم رب رمضان سلم لي رمضان وسلمني لرمضان وسلمهم مني وسلمني منهم واجعله متقبلا يا خير ضيف اتى بالبشر والمدد اهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف ناتا بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد معزما عند رب لا شريك له وعند أهل التقاء والعلم والرشد لا زلت أو زار وقاضي أو طار وتارد أخيار من الخلد وصافدا كل شيطان بما معه ومتحفا لذوي الإحسان بالصدد ومذهبا كل أحزان نضيق بها في الدهر أفدة يا مذهب النكد وزائدا كل عام من ما نفوز به من جود مغن كريم من نافع الزيد يا شهر رب الكريم فيك جاد لنا بليلة القجر ذات الفضل والرغد إني أحبك حب الذات طلب من مالك فيك إسعادا بلا أود ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن الأحد إليه قد تبت في شعبان الرجب مجددا فيك فاشهدني بترك ددي لشهد بأخذي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واشهد بحبك حب الذات يا أمني وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فهلا وترحيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش وترحيبا بلا عدد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر الله تبارك وتعالى زوّار ناظم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام ألزس هذا الذين حافظوا على صيام شهر به أغلق باب للأيام يرون أفضل فطور في القبور وفي القيامة من المغني الكبير شهد خالق الورى للصائمين في رمضان برداه القائمين عبادهم عند الله إله وافره نال المنا في درجات الآخرة رد لغير معذاب النار بغير درهم ولا دينار رفعهم برمضان الرافع نفعهم بالصلوات النافع مد لهم من النفوس الباقي ذو الأرضين سبع والطباق ضيافة الباقي لدى الجنان تمحو عن الصوم بامتنان ضيافة الباقي لدى الجنان تمحو عن الصوم بامتنان أجر الذي ما عنده لا ينفد أجر كبير ما تراه نفد نفع صيام الشهر في الدارين يكفيكم العارين والنارين عبدتم الله الكريم الاكرم بخير شهر قد يقود الكرم الى سواكم تندح النيران يوم القيامه كذا الخسران ملبتم النفوس في النهار يا خال غيركم ذُو ابواب جنات النعيم فتحت للصائمين والجميع فتحت ابواب جنات النعيم فتحت للصائمين والجميع فتحت لكم لدى الفطور واللقاء يا قوم فرحتان بارتقاء ستعلمون ان ربكم كريم وأن عنده أجورا لا تريم سكتم الله على شهر الصيام ستدخلون جَنَّةً دون أيام بهذه الأبيات وأخرجها إليهم لتكون فطوركم يوم العيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله فين الأقدار الله صف البقاء به لي فيك يا الله بسم الاله فين الاقدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله يا من له الامر يا من لا شريك له وسع وملك واتنق فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوزي بما شئت في دنياك يا الله انت الرحيم الذي ارجو برحمته ان لا الاقي ضرا منك يا الله ملك يميني وقلب يَا ملكين بلا حساب بجود منك يا الله قدست سري يا قدوس مرتديا عني وعنك رضيت الدهر يالله عند السلام الذي سلمت كل من غياب نفسي بطي منك يالله يا مؤمن في جناب الضر مع قدر وهب لي الأمن في الدارين يالله وبالمهيمن لشهد بشراء ما قد بعد سرا الى الجنات الله انت العزيز الذي ابغي بعزته عزا يخلد للتكريم يالله اجبرت لي انك الجبار دون نقام كل العذاب الذي لاخترت يلاهم كفيتني كل ذي كبر بلا كلف يا مدكبر رد الكل يا الله يا خالق الخلق لخلق ما اشاء ابدا بالبشر والصف والرضوان يا الله يا بَارِيَ الخلق قد للنفع دون اذن وقد أجر الجنات يا الله انت المصور قلت للنبي بشرا وَتَوِيرَنِي يدون المكر يا الله غفرت لي كل ذنب قد اتيت به لجهد بِشُكُرِيَ يا غفار يا الله قهدني يا رب اعدائي بلا سبب مني حمدك يا قهار يا الله وهبت لي منك سؤلا فاق مسالتي فلك شُكُّرِيَ يا وهاب يا الله لك يا من لَغُوَ عمري وقد للرزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يا الله علمتني الغيب حتى صرت من أنت العليم الذي علمت يا الله قبضت يا قابض أَسْوَاءَ ونصرفت لغير نحوك أقدار يا الله بسطت يا باسط آمَالَ لي برضا فاذكر مباسطة الدارين يا الله خفضت يا خافض أَعْدَاءَ لي ومضوا لغير نحوي بقبض منك يا خفت يا خافض الاعداء لي ومضوا لغير نحوي بخفض منك يا اللَّهُمْ يا رافع الدار مرتبتي بلا انخفاض بفضل منك يا عند انت المعز الذي لا ذنب عزته قلا معزا وحبا فيك يا أنت المذل الذي ذلت لعزته الإنس والجن والشيطان يلاهم. أنت السميع الذي ناجيته زمنا وبالمسرات لي قد جد يلاهم أنت البصير الذي لي قاد جملة ما لغت الدنيا وأخرى منك يلاهم. حكمت يا حكم الباقي بكون يزا فوزي بما غاب من بشراك يالله عتلت يا عدلت يا عدل أعدائي بغير نقام ولا درار ولي قد كنت يا الله أنت اللطيف الذي لطفت بي أبدا لطفا عجيبا يزيد الفكر يا أنت الخبير الذي عاينت قبرتكم وقلت لي منك علم الغيب يا الله أنت الحليم الذي زهزهت جملة من لم تدهم لي لغير الدار يا الله أنت العظيم الذي بانت عظامته لي قلت فضلا عظيما منك يا الله عند الغبار الذي لي قد مغفرة ما دعيا بي رديد عنك يا الله أنت الشكور الذي كل لديك رضا ولي شكت جميع السعي الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير مكر ولي حللت يا الله أنت الكبير الذي بان بارته لي قد منك كبير الاجر اللهم عَنْدَ الحفيظ الذي وجد في ابد الى سواي والضر يا اللهم عَنْدَ المقيت الذي قَلَّتْ دنير غدا بلا حساب الى الجنات يا اللهم عَنْدَ الحسيب الذي قد اكتفيت به عن العداء والأذى والكد اللهم أنت الجليل الذي ساقت جلالته إلى سوى العداء الدارين يالله اللهم أنت الكريم الذي قد قد لي كرما دنيا وغرى مع التبشير يالله عند الرقيب الذي بانت صيانته كليتي يدي أنت والردوان يلاهم المجيب الذي قادر بغير عنان إجابة من قليل لاخترت يا وإنك الواسع الباقي ولي أبدا والساعة توسعة بالعتق يا أنت عند الحكيم الذي أطلقتني لسواه ما ساني ومحوت السوء يا الله انت الودود الذي انقادت مودته لي سرمدا بالرضا والقرب يا الله انت المجيد الذي بانت مجادته وقد لي منك مجدا فاق يا الله وانك الباعث المبقي بلا ضرر كفيتني جملة الأقدار يا الله أنت الشهيد الذي انقادت شهادته لي باشترائك مني ذاك يا الله يا حق لشهد بحق وامحو جملة ما لم ترض لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا الخلق يا الله أنت القوي الذي قويتني بردا في السر يا ذا الأمر يا الله أنت المتين الذي قد قد كنت لي بمنن أنت المتين الذي قد كنت لي بمنن ولا توجه للمكروه المكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتغي بدلا به ولي بالتامين يا أنت الحميد الذي وجدني لي نعما بلا غرور وغير المكر يا الله يا محصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني الضر ما أحصيت يا يا مبدع الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب عنك يا مُعيدَ أحمدَ عود جن قتلي كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدت لي أبدا فلك شكري بصف العود يا الله مميت قد موتي للعدا ولكم مكاره سقد في الدارين يا الله يا حي حمدي واشكري معرضا يمن مني يَخُذُ دون سخط منك يا الله قيام قد قلت لي ما كنت لي قيام قد قلت لي ما كنت اطلبه بغير كذب الى الجنات يا الله اوصلت لي واجد الاثمان دون ان لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ما جد الدَّارَيْنِ معتليا بغير كبر وعجب ربي الله يا واحد جان يد منفردا مع المنا بعزيز منك يا الله لك بما ليختير يا سمدين بشرا لجملة من أحببت يا الله أرديت يا قادر المغزول مندفعا إلى سوانا لك التحميد يا الله رزقتني الحج أنت مقتدر مع الجوار وزور فيك يا الله أنت المقدم قدمني هنا وغدا على كثير من الأخيار يا الله أنت المؤخر أذهبت العدا ومضوا إلى سوانا مع الخزيان اللهم وإنك الأول جعلني هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا آخر جعلني الدار نزارك بن وسب عمري إلى الجنات يا يا ظاهر ارزقني المامول مرتديا عني واظهر بي القران يالله يا الله يا باطن ارزقني الاسرار زامنا واجعل فادي ظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا ولي مواصلتي خير البرايا ومواليتي يا الله يا باشا ارزقني الاسرار زامنا من واجعل فؤادي ظرف الذكر يا اللهم هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومواليت يا اللهم وانك المتعالي سوق يداك معا

ولن بما لختك يا الله أنت العفو الذي عني عفوت بلا ابقى يا ابن ديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي عَيَنْتُ رأفتك ولا توجه للأعداء يا الله يا مالك الملك لي وسعت دون جوا في الملك والملكوت الدهر يا الله يا ذا الجلال وذا الاكرام هب لي ما الدنيا واخرى منك يالله يا الله قل يا يا مخطط المطلب حيث ارى قلا وحبا مع الرضوان يا الله يا جان وجمع لي الاغراض مرتديا عني بكونك لي في الجمع يا الله عند الغني الذي لا ينتمي غرض إليك هَبْلِيَ ما أحتاج يا الله أغنيتني إنك المغني بلا سبب فسرمدا ليكن بالفضل يا الله أَعْدَيْتَنِي إنك المعطي من الكرماء كفيتني جملة الأعداء يا من يا مانع الأسواء من قبلي ولا توجه لي ما ساحي الله من يا دار مني الضر في أبد ولا توجه للإضرار لي الإضرار يا لي في كل شيء نفذي كرم يا نافعا لذوي الإيمان يا نور ديا نور كل صافيا ابدا كفيتني ظلما اشياء الله قد قلت لي من يَا هادي هدايه من عسى المطاف المصطفى المختار يا الله عند البديع الذي بانت بدائعه قد البدائع بالاجر يا لي صف في عمري يا باقي بخير رضا ودقني بكتاب الله يالله لي قد جمله ما لقت من منن وراثه وارث الاموات يالله انت الرشيد الذي ارشدتني برضا في كل شيء مع التفسير يالله أنت الصبور الذي وجهتني ثمنا وقد ذابت بما أباه الله واذكر الله في أيام معدودات وجهت كل ذا قرب من الله خلا وحبا وزع شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولا أخصها ولا أرجو سوى الله <applause> الله أكبر مما كنت أفعله ولا أخصها ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري وردواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله قل لربي في سر وفي علن ولست اسال غير النافع الله رديد عن نافع باق واشكره الى الجنان بقول الحمد لله وقام يبدر تكريما ووجه لي نفعني بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي فكل طاب في الله الله أذهب ما يدعو أذى لسواه ما لي عند رب الأكرم الله له الوجود الذي قد زانه أقدم ما على البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله والكريم الذي لانقاد دون عناً ما لي عندك فالامر لله هذا القلام بذكر الله مثمن وبعد كل في الدارين والله يقودني الله في الدار مرتديا عني مرادي قود الباسط الله أفنى قلاتي بلا توجيه أبدا إلى جهاد ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا قدمة رسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلة عظمى الى الله ازكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول عبد لله محمد خير من غاب ومن حضر والآل وصحب حزب المالك الله مدد لله رب العالمين يدي مددت لله رب العالمين يدي ومدد لي من وفضل الواسع الله أمالك مالك نافع بر رضيت بلا سخط وعن قائد لله بالله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كلي طاعة الله وجهد كلي لمن يغني بلا سبب عن راضي أن الأذى راضيا عن جل الله ديني إلى الجنة الإسلام وهو على دينا سواه وَهُوَ نص من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته من ذا قرب من الله كثيم باق على خير الورى وعلى حزب الله وعلى المستقل الله الحمد والشكر والرضوان من خلدي وجثتي في غترابي ثم في بلدي لِمَالِكٍ وَاسِعًا عَنِّي نَفَعَ ضَرَرِي وَسَاقَلِي وَتَرِي فَضْلًا بِلَا كَمَدِي وَهَوَ الْحَفِيظُ الَّذِي يَحْمِي جَنَابِي عَنْ أَجَلْ أَعَادِي كَمَا يُعْلِي بِلَا عَمَدِي بِحَفْظِكِ صَانَنِي وَحْدِي وَكَرَّمَنِي بِلَا سِحَابٍ وحولي كُلُّ ذِي حَسَدٍ هما بوديا ان ميل لمن كفروا وَرَادُهُمْ دغم لي حافظا جسدي لو شكر في سر وفي علن نعم النصير الذي قد جل عن قودي له تعالى قلامي وهو يلهمني مجاهدا لذوي التسديد والعدد قد أخرجوني من أرضي لبغضهم خير الورى المتفاء والكل زود مد قد أخرجوني من أرضي لبغضهم خير الورى المتفاء والكل زود مد من تأوى كونه خير الورى فله عار ونار وأنكال لدى الصمد من لم يحب رسول الله سيدنا محمداً سيد السادة ذا المدد فجاهل غر بنيانه ويرام في البر والبهر خزيانا مع البدد يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا من به إلهي قد أمد يدي صلى عليكم بتسليم بمن معكم ربي ولي جاد بالإسعاد والزياد وقادني بكذا أمن وتكرمة من الأغادي بلا بطن إلى بلدي بسم الله الرحمن الرحيم قدب الله لا غلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كون لي اليوم نصرا عز مولايا وتكتيب حجب عني هب لي الاية كون لي اليوم نصرا عز مولايا وتكسب حجب عني هب لي الاية توابل اغبر ذنوبي وامحو كل لغن عني وكن لي في الدنيا واخرايا بكونك الواحد القهار رضي يا رب العداوة وتقلد فيك بشرايا أنت الإله الذي تعلي وترفع من قد شئت فيك محيايا لك السماء والأراضي والهواء معا إني أذل كل وتغلب مزايا لك الصلاة طرًّا، والملوك كذا أتبعهم لأرضهم قبل لقياي هب لي تلازم ما ترضاه من عمل ومن مقاد وقد عند مغنايا لك البرايا جميعا والبلاد فكن لي يا إلهي في داري وطوبايا انصر جنابي وخذني لي أدم عمري بما تحب واحسن فيك تقوايا غنيت بالواحد القهار عن زمر وكان لي ونفع فقري وبلوايا غنيت بالواحد القهار عن زمر وكان لي وَنَفَىٰ فقري وبلوايا له توجد ذا شكر له ابدا وارتجي منه ما لم يحو شرويا بكوني لقاجر القهار مقتدرا ارجو تلازم ما اهوى بمن جايا نجد راجيا ان لا يقيبني وان يوجه لي ما فاق مرجايا نويت ارضاه ارضاء من صلحه بعد نصر في الى اهلي وسكنايا عند القدير الذي ارجو بقدرته حوز السياده زدني بعد حسنايا نبذت ما كان عندي سق كونك لي دنيا وقرى الذي ترضى برغبايا عتل الْمُكُوْثِي بتاعة مخلصة وقت بِقَارِكَ يا ربي غلبايا وجه بعزك لي عزا أكون به عبدا عزيزا وخلد عنك عتبايا ربيتني بالعدار للجميع وقد ني للأحبة وحمد رب مسعايا سوك مدنيا لي ما فاق الْمُنَىٰ كرما واجعل كتابك في الدار مرعايا سوك مدنيا لي ما فاق الْمُنَىٰ كرما واجعل كتابك في الدار مرعايا لي دواما من قوت القوم تروية ولتقني ودعتم ربي سقيا يا ذا البقاء الذي أبقيت لي عمري عبدا خديما سعيدا واحمي بقيايا إليك وجهت وجهي داعيا ملكي فليستجب كرما يا رب دعوايا نجيتني بعد يا رب تنجية وادعمني عمني ما يحويه مثوايا نجيتني أنت من عودي إلى سلعٍ فاليوم كن أعظم منك جدوايا أنت الحفيظ الذي أبغي حمايته فكن حفيظي وزد يا رب تقوايا لكن ترى في كسار قدم يا يا ربي وهب لي حمدا بعد مسرايا لك جهال يا زاجر ينفتق غرضي لعاجلا آيبا وتحمي مجرا هب لي بكونك وهابا بلا سبب ما فقدني واملأ ربي مهدايا ودني بلطف وجود وقفني زلدا لكن تخاء إداكي منك مبدايا وجود وجيلك في السبت لك في رجب عفي الثلاثة في شعبان ملجايا يا رب صل مِنْ على سندي محمد وبي قدني يا رب صل بتسليم عليه بلا عدن مع الال والاصحاب من جايا علي صل وسلم بالجميع وكن منورا بأزماني ازماني و زني علما من بكسف لا يفارقني يا من لو أَشْتَكِي و تسكي يا خير مغن قضى حاجي بلا كلف يا من بكون قلي فارقت بلوايا زدنا القصائد فيكم شاكرا لكم بها بكم وجهوا الكسوة والاية زدنا القصائد فيكم شاكرا لكم بها بكم وجهوا للكسوة والاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لنا في هذا اليوم بركات شهر رمضان وافتح لنا ابواب الجنه التي وجد المتقون بهذه الأبيات التي أخذت من حروفها بلا إغلاق عنا أبدا آمين يا رب العالمين شهر رمضان شكر <applause> الإله بالفؤاد والجسد يتلوها من عمر الشخص فَسَدْ عباد جلعة العظيم منقاد منقادة لمبدأ التكرم ربيع ما يدل الكتاب به ويحيي رمضان بصيام عيد الإله عند التلاوة لهم يقود الأجر والحلاوة من قرأ القرآن بالتادب عزم منزله من ودبي من قرأ القرآن بالتأدب عزمه منزله من ودبي يا فجون قاري في الدارين ينجي فيهما من العارين امان مد كتاب للجنان يقود اوطيب الجنان نمل الكتاب لا يفارق الجسد والقلب ومثلح لما فزت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين